مساء الخير، شلونكم يا أحلى متابعات؟ اليوم جبت لكم فيديو جديد هو مشتريات ومسواق مالتنا. طبعا سوقت الأشياء الناقصتني بالبيت وحبيت أشارك هذا الفيديو وياكم. طبعا هو مو مسواق شهري، مسواق مال أسبوع أو أسبوعين. الأشياء الناقصة عندي بالبيت راح جبتها، فحبيت اليوم أشارككم الفيديو البسيط وياكم. طبعا هنا أني جايبة زاهي وصابون وكلينس ودجاج وماجي ومعجون أسنان سباكيتي وطحين معكرونة، كل شي يحتاج البيت. وهنا عندي جريش وكركم وتمر مع الكليتة، إن شاء الله أشارككم طريقة الكليتة. كتبونا بالتعليقات انتو تتسوقون مسواق اسبوعي لو مسواق شهري، شنو انتو تتسوقون؟ كتبونا بالتعليقات. اني مرات اتسوق مسواق شهري ومرات اسبوعي حسب النواقص اللي عندي بالبيت. احنا عدنا كل المسواق اشياء ضرورية ويحتاجها البيت، كل هاي الاغراض اللي قدامكم ضرورية ونحتاجها بالبيت. وهنا هم جبت لحم مفروم وجبت قهوة وزبد وكاكاو ونسكافيه. وأني أستخدم هذا الحليب، فأستخدم حليب ألتونسا الكيس الكبير، وأستخدم هذا صدر الدجاج كل الزين. هذا الحليب الألتونسا أجيبه مال شهر كامل يبقى عندي بالبيت، والدجاج هم هذا أبو كيلوين يبقى عندي فترة طويلة بالبيت أسوي بيه هواية شغلات. حليب ألتونسا يبقى شهر كامل ويطول والطعم مالته كلش طيب. وهنا لحم مفروم قليل شحم. طبعا إن شاء الله في اليوم أسوي وياكم ترتيب المسواق وترتيب اللحم وشون أخذنا هو والدجاج، وشون أخلي الكاكاو والقهوة بالعلب مالتهن. في اليوم أسوي فيديو كامل بيهن. هذا صدر الدجاج، في اليوم أسوي لكم الكنتاكي أنا سويته بالقناة. هنا سوقت المخضر البوتيتا والطماطم والبيتنجان والفلفل. هنا احنا بالبيت نسوق لو لمدة 10 أيام، مسواق 10 أيام أو مسواق أسبوعي حسب ما نخلص ونحتاج بالبيت. هنا راح أبدأ أغسل الخس وياكم. طبعا أنا حاطة ويا المي مي وملح هنا أغسل بيه الخضرة. هنا بالبداية غسلت الخس وياكم، راح أنقع الخس أخليه لمدة ربع ساعة أنقع بالمي وبعدين أجي أغسله كل الزين. هنا طبعا أنا غسلت الخيار وخليتها بالحافظة مالته أو بالسلة مالته، وغسلت الطماطم والجزر والفلفل، بس البصل والبوتيتا مثل ما تعرفون ما ينغسلن. فهنا كل شي غسلت وخليته بالسلة مالته. طبعا هاي السلال عندي منها 4 لونين، احطهم بالثلاجة يرتبون الثلاجة. بعدين راح اخليه هنا الجزر اخليه كله بالسلال مالته، وطبعا اني اخلي البصل والبوتيتا هم بالثلاجة، ما عليها كل شي ما اخليها بالمطبخ، كله اخليه بالثلاجة. البوتيتا والبصل ابد ما تتلف، والبيتنجان هنا هم خليته طبعا بدون غسل، خليته هم بالسلة مالته. هنا راح عندي هاي السلة من نوع ثاني خليت بيها البصل وراح اخليها بالثلاجة. طبعا هواية بنات قالوا لي انه البصل والبوتيتا يتلفون بالثلاجة، بس كل شي ما عليهم خليهم وعلى مسؤوليتي.
عندي هنا الشوندر بدون غسل، خليته بالسلة مالته، راح اخليه بالثلاجة، وفي اليوم اسوي طريقة وياكم، واني مسويتها بالقناة شلون انظفه وشلون اقشره واسلقه واسويه كمقبلات او اسويه كعصير. طبعا عصير الشوندر او الشوندر مفيد كلش. هنا عندي الخس بعد ما غسلته وكنت منقعته بالملح وغسلته زين كلش بالمي وصفيته، اخليه بالحافظة واسده لمدة اسبوع ما يتلف ابد. خلوه بهذا الشكل وخلوه بالثلاجة ما يتلف ابد. هذا كان شكل الخضار مالتنا بعد ما غسلته، وراح اخليه في الثلاجة هسه وياكم. هنا رتبتها بهذا الشكل، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله تكونون استفاديتوا من عنده. شكرا لكم وشكرا للمتابعة، مع السلامة.